اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین ویلکم بیک, خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. ونس اگین یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے اور اس پہ جو ہے آیت نمبر 12 سے آپ شروع کریں گے. سورۃ فاطر ہے اور ہم نیکسٹ ویور کے پاس جاتے ہیں. لیٹ سی ہو از ویٹنگ ٹو ریڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رشیدہ جی خیریت سے آپ؟ رشیدہ جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی ہاں. سورہ فاطر ہے, آیت نمبر 12 سے پلیز شروع کیجیے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح حجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كتمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير. اوكي جزاك الله رشيدة جي ثانك يو. جزاك الله دوما ياد ركنا اب ان شاء الله. نیکسٹ کالر کے پاس جاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. عائشہ بیگ. عائشہ بیگم how are you? I'm fine. Okay good. When you're ready please. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور 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 don't make the bar long وبالزبور وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور Okay, غفور جزاك الله عائشة thank you so much next caller کے پاس جاتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جی زارا جی ٹھیک ہیں آپ جی الحمد اللہ میں ٹھیک گڈ شروع کیجئے پلیز آیت نمبر 29 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا صلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلي إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب وهو نہیں ہے منال اب واؤ ادھر ایکسٹرا ایڈ کر رہی ہیں آپ منال کتابی ہوا الحق وهو الحق نہیں ہے ہوا الحق منال کتاب ہوا الحق مصدقا لما بین یدی ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر اوکے جزاک اللہ زارا جی تھینک یو جی نیکسٹ کولا السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم جی مس بیگم آیت نمبر 32 پلیز سٹارٹ قربا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
جنات عدن أدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ذهب من ذهب من ذهب من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا جي نصب ولا يمسنا نصب ولا يمسنا فيها لغوب لغوب لا لامر فرد ضمه لغوب فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر كفور كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عليم الغيب إن الله عالم الغيب عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Okay, جزاك الله. Thank you, Mrs. Begum. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جي next view. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. راحل جبال أسون. Yes.
جی جی الحمد للہ جی آیت نمبر 41 رحیلا جی شروع ہو با آیت 41 ان اللہ یمسکو سن لائن سکرین اچھا سکرین اور سیکنڈ لائن جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الله سكرين إن الله يمسك السماوات يمسك السماوات إن الله يوم تميم يا فر ميم يمسك السماوات إن الله يمسك سماواتي والأرض أن تزولا رحيلا جي تزولا لام فر ألف مادة لام لمبا أن تزولا ها ولا إن زلتا زلتا إن أمسك كهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهدا أيمانهم لئن جاءهم نا حمزة لمبا نا جاءهم نذير لا يكونن أحدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفور إلا نفورا جي استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلي فهل ينظرون إلا سنة الأولين ها فلن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أوكي. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان
كيف كان عاقبات عاقبات عين فر الف مدارة هي لجي عاقبات الذين عاقبات الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه حرف لونج دم إنه مراهيلا جي بليز لسن إنه حرف لونج دم إنه كان عليما قديرا هناي راهيلا جي قديرا هناي هلو راهيلا جي بليز جي قديرا هناي قديرا كان عليما قديرا جي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما كسبوا ما ترك على ظهرها دابتي ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. جزاك الله رحيلا جي جزاك الله thank you خيل again دبا call but good try next viewer please السلام عليكم وعليكم السلام جي جميلة جي خريت سي آپ ٹھیک ہیں آپ ہاں ہاں بالکل سورہ یاسین آپ شروع کیجئے پلیز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أناكهم أغلالا فهي إلا الأذقان فهم مقمحون فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون جی یہ دیکھیں جمیلہ جی اب جو ہے نا اس میں عام علام ہر ہر سکون پہ قلقلاب کر رہی ہیں جی اور تلاوت پہ زیادہ کنٹرول نہیں ہے
لا یو امنون، یہ مجھول بھی ادا کر رہی ہیں آپ، سکون پہ قلقلہ بھی کر رہی ہیں. وسواؤن، جی جی اکثر آیتوں میں ایسی ہوئے ہیں. ہاں وسواؤن سے نہیں نہیں نہیں، یہ دیکھیے نا، یہ وسواؤن اس میں اور ذرا سختی کے ساتھ اور ذرا جماؤ کے ساتھ وسواؤن. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمَا أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اچھا یعنی یو لا یؤمنون جی، انما تنذر من اتقى. اچھا را لمبا نہیں ہے، انما تنذر، انما تنذر من، نہیں را لمبا نہیں ہے، انما تنذر من اتبع الذکر، انما تنذر من اتبع الذکر وخاشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر كريم. اوکے جزاک اللہ جمیلہ جی، تھینک یو، دعا میں یاد، اللہ حافظ جی. نیکسٹ ویو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اللہ صاحب جی، ہاں آپ کیسے ہیں؟ جی جی ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. شروع کیجئے پلیز، آیت نمبر 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. اچھا کوشش کیجئے، قدموا میں جو قاف اس کو پر آواز، قدموا جی. ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اوکے نور اللہ صاحب جزاک اللہ. اوکے صفیق دے دو. ہاں دے دیجئے. السلام علیکم. اور سلام صافیہ جی، شروع کریں پلیز. نیکسٹ آیت، آیت نمبر 22 ہے، جز نمبر 23. وما لیا. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لی لا عبد الذی فطرنی ولیہ ترجعون. وإليه ترجعون. جی. أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغنيني شفاعتهم شفاعتهم. اچھا دیکھیے، اب تغنی سے شروع نہیں کر سکتی، لا تغنی ہے.
اجي ٹھیک ہے لا تغنی لا تغنینی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی ضل فی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Okay, lovely. Jazakallah, Safiya ji. Thank you. Allah Hafiz. Ji, next viewer. Assalamu alaikum. Walaikum. Ustadji Baba, which place I didn't find out in the my friend is Yasin, I think. Yeah. So what's the verse? It's verse number 30. 30. Yes. Ya hasratan ala al-ibad. You know, 20, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي after that, it's verse number 30. 30. 3-0. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ is وَنُفِكَ فِي السُّورِ then يَا حَسْرَةً Alal Ibad, verse 30, 3-0. Okay. Ya hasratan alal ibad, ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarawkam ahlakna qablahum. Ahlakna. Alam yarawkam ahlakna qablahum minal quruni annahum. إليهم لا يرجعون جي وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض وَآيَةً لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Okay, Jazakallah, Mrs. Firdaus. Okay, Baba. Thank you. Speak to you soon. Next viewer, Assalamu alaikum.
alaikum. Jiyon salam is in the sub, verse number 40, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وقال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون راف الماث يرجعون. Okay, Ms. Nisa, thank you so much. That was good reading. Keep it up. Speak to you soon. Mohtaram Nazreen, thank you very much for calling. And this very segment, it's good that you are ringing and you are reading. You are trying your level best. Aap bahut koshish kar rahe hain. Isi koshish ko aap jari rakhein. Aur next segment ke liye, kyunki Surah Yasin bhi shuru hai, jari hai. Isko jari rakh kar, khatam kar ke, phir Surah Safat pe jayenge. And Surah Safat ko khatam kar ke, inshallah Surah Sad. So we are doing very well. And मैं यही चाहता हूँ कि तिलावत को इसी तरह आप कंटिन्यू रखें और जो लोग घरों पर माशाल्लाह बैठ कर आप देख रहे हैं सुन रहे हैं आप फॉलो करें या तो स्क्रीन को इस्तेमाल करें उसको फॉलो करें आयतों को या कुरान खुद निकालें आप निकाल के उंगली से फॉलो करते जाएं यहाँ पर यह आयत है पहली आयत दूसरी आयत तीसरी आयत एक्सेट्रा एक्सेट्रा और अगर मैं गलती निकालता हूँ उसका उसको भी ज़रा ذہن میں رکھیں اور اس کا آپ نوٹ کر لیجئے سو یو نو ایگزیکٹلی ویئر دی مسٹیکس آر وقفے کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں ساتھ ضرور رہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اقرأ بسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان